منها الشمس. كوكو، صباح الخير الغزالات ديالي. سافا لاباس عليكم؟ كلشي اموركم تمام؟ مهم شوفوا الاضاءه والشمس والصاد. شوفوا واخا كاين الصاد كاين البرد، ودوشت قلت غادي نلبس، كنت لابسه تريكو خفيف حسيت بالبرد، قلت نزها لبسيت شي حاجه سخونه لا تلاقيها تمرضي. شعري غادي كي تفتح اللون ما بقاش حتى شي لون. شدوا لون تحت كيفاش عاطي. المهم البنات، جيت نطلع عليكم على السريع كيف العاده، غادي نحاول نرجع شويه بشويه لليوتيوب. ضربه مع اذا ام قال هاد الغزالات كيف ما كتعرفوا فقت وجدت الغداء. صافي دوشت ساليت، باغا نخرج نقضي شي حاجه ودفراني خصني نصوبهم. ما تحمش الحرقه فاش كتبقى بحال هكا خصها تحيد الدراسه. المهم البنات، بغيت نهضر على الحادث اللي وقع. صراحة ما كانش ممكن انني نتغاضى وما نهضرش عليه، ديال المقتل ديال هذاك الدري انور تيك توكر اللي تذبح في البيت ديالو. لحد الساعة باقي ما عارفينش واش هذيك البنت اللي هي كانت بمساعدة ديال شي حد من عائلتها، هادشي اللي شفت في اخر الاخبار البارح، ولكن باقي ما متاكدينش. حاليا سمعت بانهم طلقوا صراحة لانه ما تبتوا عليها والو. بغيت نعرف هاد التسيب اللي حنا فيه اوكي حتى لامتى، يعني ولات القتيلة عندنا عادي واحد كيضحك مع الضحك يتخاصمو يقول له غنقتلك غندير ليك، كتلقى فعلا في العشية قرر مشى جاب سميتو ذبحو. ولات عندنا سيبة في البلاد اوكي، عادي انه جوج يضاربو وينوضو يجبد هذا ويذبحو عادي جدا. ما فهمتش وسورتو في بلايص بحال طنجة، نقولو كازا فيها تسيب، كازا صعب السيطرة عليها لانها عامرة بزاف وعياوي ينظمو فيهم عياو. مي طنجة حتى هي راه كنسمعو فيها شي حوايج غريبين. هذيك المرة واحد خطف دري صغير مشا اغتصبو وقتلو شنو هاد الشي؟ واش حتى امتى غنبقاو سايبين بحال هكا؟ اوكي متفقه ان الدوله مسكينه عيات ما لقاتش مامن، ولكن كومام زيدوا ديروا مجهودات اخرين، كاميرات يكونوا في كاع البلايص ماشي غير في البلايص الراقيه ولا في الشارع ولا في الاحياء الواو. هادوك الاساس اولا دوك اللي كيخدموهم كيكونوا حاضين الموبل اولا حاضين العماره اولا اللي كان، راه خاصهم يكونوا عارفين، خاصهم يكونوا بروفيسيونيل، ماشي غير كتجيبوه مسكين اجي نخدموه وصافي كيبقى هو كينعس في الليل. ما كيعرفش شكون اللي طلع وشكون اللي نزل اوكي. صراحه راه كاينين بزاف الاسباب، راه ما يمكنش تحكمي على بلاصه وحده تطلقي اللوم على بلاصه وحده، لان هذه الجريمه راه فيها بزاف العناصر، فيها الامن ديال الدوله اللي ما دايرينش خدمتهم، فيها العساس، فيها التسيب اللي ولينا عايشين فيه، فيها دوك الوالدين اللي ما تيراقبوش ولادهم، ولدو طلق الزنقه تربي، دوك المراهقين اللي خرجوا على السيطره اللي ما لقاوش اللي يجمعهم، لا مدارس لا حتى شي حاجه غير ضايعين في الزنقه، ديوهم يخدموا ديوهم للعسكر ديوهم عطى الله ما يديروا، رجعوا تجنيد اجباري عليهم كاملين بنات ودراري. صراحه وليتي تخافي تخرجي على رجليك ولا تخرجي في شبك. ولا ملي كيبغي يخرج كيخمم كمية تخميمه كيبقى يخمم، نمشي وندير والبلاصه واش مسلكاني والبلاصه ماشي خطيره واش البلاصه هادي ما علاش. المهم ما بغيتش نهضر في الموضوع، بغيت ندير عليه فيديو او لا فيديو خاص كيما كنت درت على الجريمه ولا الحلقه ديال هذيك العراقيه ولا اللي قبل منه، حيت هذه ماشي اول جريمه، راه كاينه ديال امين وكاينه ديال اللي قبل الدر اللي لحد الان الام باقا ما عرفاش ولدها حتى فين باش دفنو، وكاينين بزاف منهم ماشي غير وحده ولا جوج، وكان شي غير ما خفي اعظم طبعا. ما غاديش نطول الفيديو لانني ما نويتش نهضر عليه بالضبط حتى تبان يكون شي حقائق، يكونوا شي ادله يديروا يعني اجراءات اللازمه مع او البحث اللازم ويحققوا مع هذوك المشتبه فيهم، عاد نقدر ندير لكم عليهم فيديو ونناقشوه. وصراحه انا من الناس اللي في السوشيال ميديا واليوتيوبرز والبلوجرز وكاع دوك اللي كيبقاو طالعين لينا باشهارات وهذا وبروداكت وهادي وهادي وهادي، يتحركوا في هاد القضايا اللي بحال هكا اللي كتكون قضيه اللي هي كتمسك كيف ما كتمس هذاك الضحيه، حيت انت غدا ولدك ولا عائلتك ولا شي حد فيهم يقدر يوقع عليه الله يستر نفس الامر.
اوكي شوفوا شعري راه ما بقيتش كن ما كنشفوش داكشي اللي كتبان لك يبان لكم ما نفوش اوكي ماشي مشكل. المهم كنتمنى كلشي فاعل هاشتاغ جوستيس بوغ انوار او العداله لانوار باش القضيه تعرف وما يطراش ليها بحال ديال امين وبحال اللي قبل. ما عقلتش هذا الاخر شنو كان سميتو والبنت الاخرى شنو كانت سميتها. المهم كنتمنى انهم يديروا خدمتهم قبل ما يتكاموفلاو وما يتدخلوش اصحاب النفوذ ودوك اللي كيكونوا والديهم لاباس عليهم كيمشيو يتدخلوا كيعطيو راكم عارفين رشوه ويتدخلوا بمعنى انهم عندهم واسطه ونفوذ فكيتجمع الملف كيتطوا وكيديروا اللي بغاو وكتبقى القضيه ما معروفاش. كنتمنى ان هذه ما توقعش وكنتمنى انها ما توقعش لان تلمت اللي عنده نفوذ القانون راه فوق الجميع ودائما كنقولها وكنعاودها ماشي بالضروره يكون عندك نفوذ وتكون عندك سلطه ويكون عندك فلوس ويكون عندك سميتو باش تفرض رايك وتكون عندك شخصيه وتقول لا وتطالب بحقك كيفما بغيتي تكون عندك الحق كمواطن تطالب بحقك غير هو تعرف كيفاش تطالب به باش ماشي يلعبوا عليك العشره. اوكي شنو غادي نقول اخر صافي هادشي اللي كاين. صراحه جاني الصهد الجو شوفوا كيف كتشوفوا الصهد والبرد في نفس الوقت ما كتعرف شنو تلبس ما كتعرف شنو دير. غنسالي معكم الفيديو هنايا صراحه ما غاديش نطول لان ما فيهش اللي بقى يدير في المونتاج كنعكس صافي الغزالات ديالي. غنسالي معكم الفيديو هنا لان كيف ما قلت لكم ما ناويتش انني نهضر فيه كموضوع باش نناقشوا معكم يعني شكون هو خاصنا ندخلوا في الداتا شكون هو انوار اش كان كيدير تما فين ساكن منين مدينه منين غنان خاص يكونوا كلشي المعلومات عندي باش ندير لكم فيديو حلقه خاصه عليه او اجلتها حتى تبان شويه الملابسات ديال القضيه اولا نعرفوا شنو واقع باش نقدر ديك الساعه ندير عليه موضوع اولا ننزل الفيديو عليه بالضبط. انما دابا حاولت غير باش نقول لكم انه كلكم تضامنوا معاه سواء انستغرام فيسبوك تويتر اللي كان تيك توك اي حاجه تفعلوا الهاشتاغ ديال العداله لانوار واي فيديو شفتوه بارطاجيوه باش يطلع يوصل دغيا وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم تهلاو في راسكم نشوفكم الفيديوهات الجايه وردوا البال راسكم. نصيحه اي واحد سواء بنت او لا شاب او لا كيما بغى يكون ما بقاتش ثقه لا في الصحاب ولا في القراب ولا في حتى شي حد راسك هاد الوقت وما تثقيش فيه يعني نتيا كنتي بنفسك ما تثقيش في راسك 100% ودوك الناس اللي تيكونوا محاطين بك ما تعطيهمش نيتك ما تعاوديش ليهم اسرارك ما تثقيش فيهم 100%. كنقولها وكنعاود نقول لكم راه الضربه كتجي من دوك الناس اللي قراب اللي تيكونوا معكم دائما وكيكونوا معكم يوميا وكتعتبروهم اكثر من عائلتكم لانه كتكوني كتشوفيهم اكثر ما كتشوفي داركم كتشوفي صاحبتك ولا كتشوف صاحبك اكثر ما كتشوف داركم كتجلس معاهم اكثر ما كتجلس مع داركم سو كتولي واحد العلاقه انك كتعطي ثقه اكثر من اهلك وهنا كيكون واحد الغلط لان هاد الوقت خيابت ما بقات صحبه ما بقات حتى شي حاجه كلشي راسي يا راسي كلشي مصالح كلشي كيشوف غير راسو عند اول مشكل كيبانوا على حقيقتهم عند اول غلطه كيتسيفوا عليك كيوريوك الوجه الحقيقي ديالهم لانه طبعا ما بقاش دابا بنادم عنده جوج وجوه ولا عنده 100 وجه حيت بنادم دابا ما بقاش كان بكري كنقولوا عنده جوج وجوه دابا ولاو عندهم 100 وجه طلع لك الوجه الحقيقي ديالو على حسب الموقف على حسب شنو وقع ولكن اللي كيكونوا كيمثلوا كيكونوا كينافقوا وصحاب حاجتهم ومصلحتهم وداكشي كيجي واحد النهار كيبانوا كيتفرشوا كيتفرشوا واخا يبقاو يمثلوا واخا يبقاو يكذبوا عليك واخا ما عرفت شنو كيفاش كنقول لكم ما ديروش ثقه في شي حد واخا يقول لك انا راه انت بحال اختي انت بحال خويا انت راه ما عرفت اشنو ديروا البال ما تامنوش ليهم 100% ما تسافروا مع حد ما تعيشوا مع احد ما تسكنوا مع احد هذا الوقت صافي تسافر سير سافر راسك بغيتي تمشي شي بلاصه سير لها راسك بوحدك بغيتي تسكن سكن بوحدك ما تجيب عندك حد ما تمشي عند حد ما تجلس مع حد ولا مشيتي تدير اتونسيون تدير بالك يعني ماشي اي حاجه تبقى نقدم هادشي شوفوا راه تنقول عندكم نصيحه وانا كثار منكم دايزه في هاد المواقف وكل نهار كنقول اليوم غدا تتعلم ولكن ما حدنا عايشين في الحياه كل نهار كنتعلموا كل نهار كناخذوا واحد الدرس كيعلمك يزيد يعلمك دا كتكون غير امور بسيطه كتقولي اتس اوكي فاين دازت يلا نيكست نشوفوا التالي شنو غيطلع منه نشوفوا هذا ولكن راه كاين اللي مساكن كتمشي حياتهم هي الثمن هي كيدفع فيها حياته بحال دابا هذا اللي تذبح بهذه الطريقه هذه ما عارفينش واش حنت حغاره منه في
التيك توك مشهور كحسابه، خداوهم ليه مسحوهم كاملين، لان نهار اللي تلقاوه مقتول لقاو حساباته كاملين الام ديالو باش كتواصل معاه ما جاوباش في التليفون، دخلت تشوف حسابات ديالو على التيك توك والفيسبوك وهذا لقيتهم تحذفوا. يعني هذا شي واحد داير فيه شي حسيفه وحذف لي حسابات وكل شيء. ف كاين اللي ما كيبقاش ما كيكتشفش هذوك الناس وكيدفع الثمن كتكون حياته. كاينين اللي كانوا خارجين بحال هذاك الدري اللي خارج غير سهران مع صحابه، تصدقوا ضاربين وهاجمين عليه كاملين ميت. يعني ما كيكونش داير في بالو راه هو دوك الناس اللي خارج معاهم وفي سهران معاهم ولا مسافر معاهم ولا عايش معاهم ولا ساكن معاهم، غادي يتوقع منهم غيديروا ليه شي حاجه ولا غادي يقتلوه ولا غيضربوه ولا غيهجموا عليه. ولكن حيت بنادم ولا على سبه، كلمه جوج كتلقاي دغيا بين على عيب ديالو، كلمه جوج كيضرب، كلمه جوج كيقتل، كلمه جوج يلا ولات القتيله سهله حيت السيبه ولات عندنا، حيت ما بقاوش كيعاقبوهم عقاب شديد اللي كي يكون عبره لواحد اخر. وحيت ولاو كي عارفين انه صافي الا باه في سميتو راه غيصوفيه وصافي يلا ندير ليه ورق بس انا باي صوفيني كما وقع في اللي قبل. ف سلطات الدوله تحركوا شويه، خصهم يتحركوا، خصهم يديروا شي قوانين صارمه، وهذا الشيء راه خرج عن الحد ديالو. يلا سيروا تهلاو، نشوفكم في فيديو جاي، باي.